هاي حلوين، كيفكن؟ معكن سويتلانا، اشتقتلكن كتير كتير. اليوم حناخد شوي معلومات عن ألوان. في عنا تلات ألوان أساسيين، أصفر، أحمر، والأزرق. ليش عم بيقولوا عنن أساسيين؟ لأنه ما فينا نعملن من ألوان تانيين. وبالعكس، إذا منخلط ألوان أساسيين بين بعض فينا نعمل ألوان جداد. Together and make something new. Red sneaking up, blue doesn't know, mouth wide open. Uh-oh! Red and blue make purple. Three primary colors, red, yellow, blue. All colors come from them by mixing. فاليوم حنرسم الكلاون من لونه بالألوان مختلفين. أول شي بنص الورقة رسمه منخار مدور وكبير وحده عينين كبار. بعدين رسمه راس مثل شكل بيضة. تحت المنخار رسموا تم كبير عم يضحك. بعدين رسموا رقبة وبابيوني وكتاف. زيدوا دينين وشعر ملكلك. وآخر شي فوق راسه رسموا طاقية. علموا رسمة بالماركر ومحوا خطوط اللي ما بدنا اياهم. لونوا رسمة بألوان حلوين وبطريقة مرتبة. بتمنى رسماتكن بيطلعوا كتير حلوين. موفقين. باي باي.